السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم راح نشرح لكم عن طريقة عمل شاشة ومكتبة بديل الرخام مع بديل الخشب بشكل عصري وجذاب. راح نتابع مع بعض واحنا مستمتعين جدا جدا اليوم. طبعا انتم شايفين شاشة بديل الرخام شكلها النهائي، وهنا في سقف بروفايل. طبعا في عندي فيديو إن شاء الله راح ينزل قريبا فخم جدا عن طريقة عمل البروفايل بأكثر من شكل، وإن شاء الله راح تشوفوه قريبا. يلا خلينا نستمتع مع بعض وإحنا نتعلم طريقة عمل بديل الرخام وبديل الخشب بشاشة حلوة. الآن بناخذ قياس الغرفة، طبعا وسط وسط، بس إحنا قسناها من الجنب، وبنحط قطعتين خشب نفس الارتفاع عشان نحط اللي هي رف أو دروج الخشب اللي بتفصلهم. طبعا هذول عند النجار، يعني هذول بيجوا جاهزات بس على الشكل اللي انت بدك اياه. طبعا بنثبتهم على الجدار وبنعطيهم علامة على مكان الثقوب اللي بدنا نحط فيها البراغي. ومثل هيك شاشة جدا جدا ممتعة، يعني انت بس تشوفها بالبداية راح تعرف انه مثل هيك شاشة بإمكانك تبتكر عليها وتدخل عليها أكثر من شكل، بحيث انها تناسب رغبات وطلب. طبعا هون محل ما علمنا بالقلم بنفكر. طبعا افضل اشي يكون البرغي 8 ميلي مش 6 عشان يحمل الرف المعلق اللي فيه دروج. مكانهم، وبنرجع بنرفع رف الخشب. وبنكرب البراغي. طبعا هذول قطعتين الخشب توزين للرف. طبعا هذا الرف طوله 2 متر و40. بإمكانك تعمل العمق تبعه 30 سنتي، 40 سنتي، 20، 25، حسب رغبة الزبون وحسب إيش بيتناسب معه. طبعا هاي البراغي هيك شديناهم، والآن بناخذ قياس الجنب من الأسفل للأعلى عشان نركب قطعة بديل الخشب. طبعا بديل الخشب فيه نوعيات كثير، وفي أسعار خفيفة، في أسعار زيادة عن اللزوم، ولكن أفضل شيء إنك تجيب بضاعة نظيفة بغض النظر عن سعرها، ولازم الألوان تكون متناسبة مع بديل الرخام وبديل الخشب والرف اللي أنت لازم تركبه. ونقصها بالصاروخ طبعا. وبعدين بنعبيها سيليكون أو معجونة، معجونة السيليكون طبعا، وبنركبها على
الجدار. طبعا بديل الخشب بيزبط انك تركبه على الجدار الخرساني مباشرة، على عكس بديل الرخام. يعني اذا بتشوفوا بديل الرخام، كثير من الزبائن شو بتعمل؟ بتركب بديل الرخام على الجدار مباشرة، ما بيزبط نهائيا. هذا في فراغات، في مجال انه يطلع التعريقة للأسفل أو في منفس، إذا عكس بديل الرخام. طبعا إحنا هون بنركب أول قطعة بس، فقط لا غير، أول قطعة بنتركها تا يجف السلقون فيها. طبعا بنشتغل إشي ثاني، يعني ركبنا أول قطعة وثبتناها، بعدين بنبلش بأي شغل غيرها، بحيث إنه تجف هاي ما تركب عليها القطعة الثانية وهي لسه مش ناشفة. وإن حبيت طبعا بتركب لها اللي هم حرف ال الزوايا من فوق ومن تحت من الجناب، أو بتركها بدون زوايا، هاي حسب رغبة الزبون أو إذا أنت بتشوفها فعليا مناسبة أو لا. محل ما بنحط قاعدين سيليكون، هذا هو حرف الأل، يعني بيضفي جمالية أكثر. طبعا هو بديل خشب جميل فيها وبلاها. والآن بنجهز قاعدة الشاشة. اليوم بنشتغل على فرد الفنجان، بإمكانك تشتغل على فرد الخرسانة أو بروفيو اسفين حسب المتواجد عندك. بروفيو اسفين بيزبط للجدران، ولكن للأسقف لا، للأسف إنه كثير بنشوف ناس بيشتغلوا بروفيو اسفين. وكالعادة مثل ما بتعرفوا إنه أنا دائما بوصي الجميع إنه الزوايا لازم تكون كلها مترابطة في بعضها البعض. طبعا إطار الشاشة حسب برضه رغبة الزبون الحجم تبعها، يعني بإمكانك ترفعها مثلا متر ب 180، 120، 140، وبدك ما تنسى إنك تخلي على الداير كامل إنه 10 سنتي، بحيث إنه يعني فراغ 10 سنتي، بحيث إنه إيش يجي الإنارة المخفية بشكل كثير حلو. طبعا هذول الزوايا هم زوايا الجبسن بورد العادي، إن كان متواجد عندك 4 عشات فما فوق كقوة الحديد تكون أفضل. والآن بنركب شرشف الجبسن بورد على الداير. طبعا أنا هون شرشف الجبسن بورد عامله 12، وبروز رفوف الخشب 25 سنتي، بحيث إنهم يتماسكن مع بعض. طبعا أتذكر إخواني وأصدقائي وأحبابي، اشتراككم بالقناة شيء مهم جدا، يعني يعتبر عبارة عن دعم إلي للقناة، وتعليق طبعا أكيد تعليق حلو من الجميع، نوع من التواصل، وبنفس الوقت بحسسني إنه في حدا مهتم وفي حدا بيستفسر أو بيسأل. طبعا أنا مستعد للي بقدر عليه للجميع. إن شاء الله إنكم تتعلموا من هالفيديو، تستفيدوا منه. طبعا بنرجع بنركب زاوية خارجية، على شرشف الجبسن بورد. طبعا هاي الزاوية عرضها 2.5 سم، ومثل ما قلنا إن القطع دائما لازم يكون مجموعات ببعض.
يعني حتى مناطق الفواصل، تمام، بين القطع والقطع لازم الحديد كله متصل في بعضه وشابك من منطقة الزوايا، بحيث انه يعطيني قوة ومتانة اكثر واكثر. والآن بنبلش نجمع في بديل الخشب، بنسكر الواجهة كاملة. يعني بإمكانك إنك تعمل نصف بديل الرخام، نصف ثاني مثلا ورق جدران، أو مثلا نصف بديل الخشب والنصف الثاني مثلا بديل الرخام اللي هو اليوفي، مادة اليوفي، بس بشكل يعني اللون بيختلف عن قاعدة الشاشة اللي هي جمعناها قبل شوي بشراشة. فأنت مخير ومش مجبور بتطبيق نفس التصميم، مثل ما انت شايفين كيف أنا بفرغ من جناب القطعة بحيث إنها تتماشى وتدخل في رف الخشب. طبعا الفيديو شوية طويل بس ممتع انه انتوا تحضروا وتشاهدوه من الالف الى الياء. طبعا فيديو تعليمي زي هيك لازم تحضروا بشكل كامل عشان تستفيدوا منه وتتعلموا. طبعا بتعمل تفريغة للقطعة اللي بتكون داخلة بالرف وبتركبها. طبعا منظر بديل الرخام كثير جميل. احنا غلفنا على الجبسن بورد وغلفنا كذلك الأمر على رف الخشب اللي فصلناه عند النجار. انت يعني ما بتغلب حالك فيه، بتروح على النجار بتخليه يفصل لك رف زي هيك، وبعدين بتكمل تجميع بديل الخشب، بتشتغل عليه بمطب الكاوتشوك، وهيك بتجمع أول قطعة وآخر قطعة. طبعا أفضل شيء إنه ما يكون فراغات من الأسفل أو من الأعلى في بديل الخشب، لأنه راح يعطيني منظر بشع وإنه يبين إنه أنت مش فنان، مش محترف في شغلك. فقيس القطعة بالملي. أنا مش مستعد أقيس القطعة بالملي بصراحة، لأنه أنا مشتغل سقف الجبسن بورد على إيش؟ على الليزر. لما يكون البلاط ميزان 100% والسقف مشغول ليزر 100%، إذا أول قطعة نفس قياس آخر قطعة، تمام؟ فعشان هيك
انا باخذهم كلاتهم قياس واحد وبعطيهم. الان اخر قطعه اللي اخر حبه، تمام، بناخذ قياسها وبنفرغ القياس هذا على قطعه بديل الخشب الاخيره، بنضربها بخيط الاعلام، وبعدين بنقصها على الصحيح. طبعا اول قطعه ركبت تركب من جهه اللي هي الذكر، يعني نفس نظام البي في سي. طبعا سنية الصاروخ هاي اكيد سنية ألمنيوم ممتازة جدا للقص. والآن بنعبي سيليكون على الجدار لآخر قطعة وبندخلها. ما دخلك معك مزبوط، تستخدم مشحاف أو أي أداة ما تأذي القطعة وبتدخلها فيه. لا زالت عندنا شتوية في الأردن يا أخوان، إحنا في شهر 3 وبأواخر 3 الوضع مش راح تصيف عنا. بتركب اليو طبعا في المناطق المطلوبة منك بحيث تضفي جمالية أكثر. لا بديل الخشب بعطي فينيشينج كثير حلو. يعني بعتقد هالفيديو مش كثير بده شرح رغم إنه طويل، ولكن لازم نشوفه من اول لاخره اكيد. طبعا هون بنعبي سيليكون فوق الرف، عشان نركب حرف ال. يا سلام يا سلام على الشغل الممتع والحلو كثير. طبعا اصدقائنا الجدد على الفيسبوك، احنا شرفنا على 100,000 صديق تقريبا على الفيس، ولكن اليوتيوب شوي احنا 23,000 شخص. ان شاء الله بمجهودكم بنوصل لل100,000 ان شاء الله، يعني مثل الفيسبوك ان شاء الله. طبعا بيت الاحلام للديكور على الفيس وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. التيك توك التغى عنا الاردن، مش عارف اذا راح يرجعوه ولا لا، ولكن إن شاء الله هينا مستمرين مع بعض. لو جبنا مشاهدات 100 مشاهدة ولا 1,000 مشاهدة أنا بعتبره هذا كله أجر وثواب. والآن بنركب من نص الشاشة، يعني بناخذ قياس نص الشاشة اللي هو القاعدة تبعت الشاشة، قطعة ترك. طبعا أنا بدخل تركين في بعض، بدخل تركين في بعض تمام، وبجمعهم هون من النص. باخذ قياس القاعدة تبعية التلفزيون لونها أسود، هسه كمان شوي راح تشوفوها، وبركب قطع الترك، بس بدخل قطعتين داخل بعض بحيث يعطيني أقوى، يعطيني الشغل أقوى. طبعا انا في عندي كثير فيديوهات عن شاشات الجبسن بورد، شكلها حلو بس لانه بديل الرخام يعني سيمبل شوي صار يعطي عراقة اكثر، انه البيت افخم. دائما الحركات الزيادة تمام كثير معجقة بالبيت ما بتعطي جمالية، ما بتعطي انه البيت فعلا رائع. او يعني انا بعتقد انه الديكور بيعطي نوع من الثراء، الثراء مش بس المادي، الثراء الفكري أو الإثراء الفكري. نعم طبعا هيك جمعنا 3 حبات ترك هذولا. طبعا من الخلف في حبة ترك داخلة فيها تمام، عشان لما نجمع الجبسن بورد. طبعا هون اليوم شوفوا الفينيشينج، شوفوا كيف فوق ما في فراغ، أنا معبيها السيليكون هاي المناطق.
عشان ايش؟ يعطيني جمال. والان بنجيب لوح الجبسن بورد كامل اللي هو 2 متر و40، وبنركبه على الشاشة. طبعا انا بحكي لكم انه لا تتقيدوا بالموديل اللي انا بشتغله، الموديل اللي انا بشتغله كثير حلو وكثير كثير كلاسيكي ويعني فخم، ولكن انت بامكانك تبتكر مثل ما حكيت لكم في بداية الفيديو. طبعا هنا بالمشرط اخذنا القياسات والتفريغات اللي لازم نفرغها في الشاشة، بإمكانك تجيبها جاهزة، بس أنا بحب إني أفرغ اللوح، يعني أشيل اللوح كامل وأفرغه مكان ما هو راكب. حتى بالأسقف، إذا بتحضروا فيديوهات الأسقف واللي حضروا فيديوهات الأسقف، أنا ما برسم على الأرض، لأن الرسم على الأرض غلط، راح يعطيك فرق. تمام؟ أفضل شيء دائما أرسم على الراكب. تمام؟ هي أهم نقطة، نقطة جدا جدا مهمة، إنك ترسم وهو الإشي راكب. طبعا فرغنا اللوح من فوق 10 سنتي، من تحت 10 سنتي، ومن الجناب 20 سنتي. أخذنا هو 240 ب 120، صفى معانا متر اللي هو الارتفاع بعرض 180. طبعا في عندنا مجموعة فيديوهات وهم موجودين على التايم لاين، يعني شبه شبه جاهزين مونتاج، بس بتعرفوا الديكور بياكل وقت لما تخلص الشغل وتدهن وتمعجن، فعشان هيك. والآن بنبرغي مكان التركات عشان يعطيني قوة ومتانة يا أهل اللوح. حطينا التركات مزدوجة عشان يقدر يشيل الشاشة بشكل ممتاز. بعد ما قصينا اللوح بديل الرخام، طبعا هاي بديل الرخام اللي على الأرض هو 244 أو 280 مثلا ب 122، على عكس الجبسن بورد هيك بيجي خشب وبيجي بديل الرخام. قياساته دائما بزيد 2 سنتي، لأنه القص تبعه بكون فيه تفريغة، وتفريغة بكون هدر بشكل انسيابي، بتعبيها سيليكون. طبعا هذا السيليكون شفاف أبيض عشان يتماشى ويمسك مع الجبسن بورد، هذا اللي هو السيليكون الشفاف. السيليكون الأبيض أو المعجون البيضة اللي اشتغلناها على الجدران تيجي أفضل مثل ما شفتوا، واحنا بنجمع بديل الرخام المعجونة مختلفة عن السيليكون الشفاف اللي هون. هذيك معجون السيليكون وهذا سيليكون شفاف. بنعبيها طبعا. طبعا مثل هيك شاشات بديل الرخام بديل الخشب مكلفة مش رخيصة، يعني مش في متناول الأيدي للأسف. بنشوف بعض الحرفيين بيشتغلوا مثل هيك شغل، بدوروا وين بدهم يعملوا سعر طري للزبون ويوفروا عليهم بالمواد، فبغشوهم بطلعوا الشغل معفشك، وآخر شيء لا بيرضيك ولا بيرضي الزبون. فهذا الشغل على ثقيل وعلى الخامات النظيفة جدا جدا من جميع النواحي. لأنه فعليا مثل هيك شاشة على فكرة مكلفة، كمواد مكلفة، يعني عن تقريبا 5 أو 6 شاشات جبسن بورد، بس بنفس الوقت أنت تضمنها يعني مقفولة
كيف هذا مش أقل من 20 سنة؟ طبعا الواحد ما بيضمن عمره أكيد، بس بيضمن شغله إذا كان هو بيشتغل بذمة وضمير. مثل ما بتعرفوا إنه إحنا بنعتبر إنه اللي بيشتغل ديكور هو فنان مش صنايعي أو حرفي عريق بيتعب عشان إيش يطعمي أولاده ويشتغل. لا، هذا فن، أنت بتطعمي أولادك وبتشتغل بتصرف على نفسك، ولكن إيش أنت قاعد بتقدم فن. إذا كنت فنان ادخل في هالمجال، مش فنان لا تدخل في هالمجال. طبعا ليش اللزق هذا بنستخدمه، سواء كان لزق ورق أو لزق شفاف عادي، عشان ما ينزل ما يسحل باللهجة الأردنية الدارجة، لأن السيليكون بكون بعد لسه مش ناشف وكذا. فعشان هيك بنلفه وبنلزقه لبين ما ينشف. فيعني ممكن إنه يقعد يوم كامل لسه مش ناشف، يعني ترجع له باليوم الثاني. فمثل هيك شغل أكيد بياكل الوقت، يعني أنت بتشوفوه بنص ساعة، لكن أنا ممكن إني أشتغله خلال يومين، لأنه أنا بدي مثلا النتيجة تطلع مضمونة، إنه ينشف كذا يطلع كذا كويس، أو 5 ساعات أستنى لبين ما يجف يعني. يعني الحمد لله رب العالمين يا إخوان، صار عندنا موسوعة فيديوهات فيها عن الفور سيلينج الفولس سيلينج، وعن الجبسن بورد، وعن التهان، وعن الجبسين، وعن شغلات كثير كثير. البي في سي طبعا بعد ما جف الآن بنيجي بنفك لزق الورق عنها، وبنفرغها طبعا من اللي متواجد عليه، سواء لزق الورق او اللزق المشمع اللي بكون عليه. طبعا المشمع اللي بكون عليه ما بتقبعه حتى وانت بتقص، الا ما على الجاهز لما تنهي الشغل كامل خلاص بتشيله، تقبعه بالاردني برضه. طبعا في شباب كثير بيحكوا معي بيتواصلوا معي، سيف بدنا كذا، بدنا تسوي كذا، بدك تشتغل كذا، كله بشتغله، لكن بعض الأحيان بياكل معنا وقت إنه لما ننفذ ونشتغل وكذا. طبعا هاي قاعدة التلفزيون بنجمعها. طبعا أكيد أكيد الأسلاك انشغل بالداخل. أنت كفني ديكور ممنوع منع بات إنك تشتغل كهرباء، تمام، لأنه هاي مش شغلتك. يعني انا فعليا بزعل منه لما الاقي مثلا واحد بيشتغل ديكور ويقول له تمد لي اياها كهرباء، يلا خلينا نمدها. لا، هذا مش شغلك، لانه فني الكهرباء لما يجي يشتغل، او مهندس الكهرباء لما يجي يشتغل شغله هو عارف شغله. خليك معي دقيقة على، طبعا انا بحكي مع ابن عمي. طبعا هيك بنجمع القاعدة هاي على بديل الرخام بالبراغي تبعونهم، وبعدين بنجمع حرف ال من مادة البي في سي على قاعدة بديل الرخام. وبنجمع الزوايا كلياتهم على زاوية 45. طبعا مثل هيك بإمكانك إنك تشتغلها على
تيهات ذهبية أو بدون أي إضافة أخرى. طبعا هيك أضينا الإنارة المخفية، شوف كيف أعطت جمالية. وهاي الكبسات داخل بديل الرخام بإمكانك إنك تعملها مثلا شاشة للنت أو شاشة تمد فيها سلك الساتلايت مثل ما أنتم شايفينها عند القاعدة، بالطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة. ولكن مثل هيك شاشة طبعا أظهرت لنا إنه كثير عريقة، شكلها كثير مميز حلو، ما فيها عجقة، هادية ولطيفة، ولكن معطية فخامة للواجهة اللي أنت بتشتغلها. مثل بديل الخشب بإمكانك توصله للسقف يعني لنهاية الجبسن بورد، بإمكانك ما توصله للآخر. كذلك الأمر رفوف الخشب، يعني بإمكانك تعمل قاعدة جانبية تعمل فيها رفوف للكتب أو للدروع اللي عندك. إن شاء الله كلكم أبطال ما شاء الله. طبعا الفيديو بينفع للزبون وبينفع للمتدرب. طبعا هيك بنجففها على المنشف. شو استخدمنا لتركيب مثل هيك زوايا اللي هن الألات؟ سوبر جلو، لأنه ما بيمسك السيليكون على بديل الرخام، بينما السيليكون بيمسك على الجدار العادي أو على الجبسن بورد. وهيك بنكون ركبنا الشاشة بمكانها الصحيح في الوسط. بإمكانك ترفعها 5 سم 10 سم، تنزلها 5 سم 10 سم حسب المناسب. يا سلام. وهيك الشاشة تقريبا جاهزة، خلص جهزت بشكل كامل، شكلها رائع كثير. ولا يسعني في آخر هذا الفيديو إلا أشكركم جميعا على هالمتابعة الممتعة والطويلة شوي، ولكن هالفيديو بيستحق إن نشاهده أكثر من مرة، لأنه فيديو تعليمي وراح تستفيدوا منه إن شاء الله ماديا وبكل مكان. في الأخير بحكي لكم إنه لا تنسوني، أنا سيف الدين الكردي من صالح دعاكم، والله يعطيكم ألف 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 عافية. ذكرونا بشير لايك وسبسكرايب، ونشوفكم على الفيديو الجاي. سلام عليكم.